بهذا الفيديو راح جاوبكم على واحد من أكثر وأهم الأسئلة اللي توصلني باستمرار. سيد، شلون أقدر أطور من نفسي وأتعلم وأوصل لمرحلة كبيرة؟ خلونا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو أتكلم عن أي إنسان يحب يطور من نفسه في أي مجال من المجالات، شلون يقدر يتطور وشلون يقدر يأخذ المعلومات، من وين يحصلها وشنو الطريقة الأنسب. أول شيء لازم نعرفه بأن الشهادة الأكاديمية هي الأهم، لازم يكون عندك شهادة أكاديمية عشان تكون متخصص في مجال معين، لكن الشهادة دائما تعطيك أساسيات. مثلا لو درست علوم الكمبيوتر راح يعلمونك على برمجة الكمبيوتر على لغة معينة مو على كل اللغات، وقد تكون اللغة اللي أنت تتعلمها بالجامعة ما تكون هي اللغة المستخدمة حاليا، فأنت تاخذ الأساس من الجامعة وبعدين تطور من نفسك بروحك. وبنفس الوقت لو أنت حاب مجال معين وحاب أنك تتعمق فيه وتاخذ معلومات كثيرة عنه، بس هو مو نفس مجال شهادتك، ما يمنع انك تقدر تسوي هذا الشيء. الاقوى انه يكون عندك شهادة في نفس المجال، لكن لو حبيت انت تطور من نفسك في مجال غير مجال شهادتك. بالسابق كانوا الناس يلجؤون الى الدورات والى المدربين ويحضرون للمؤتمرات، يحضرون للورش علشان ياخذون المعلومات اللي يحتاجونها، لكن مع التطور طلع عندنا نوع من التعليم اسمه التعلم عن بعد، واللي تطبيقه يكون بانك تشوف الفيديوهات اونلاين على الانترنت. واحد من اكثر المواقع اللي يوفر لنا فيديوهات هو موقع اليوتيوب، لكن اليوتيوب فيه مشاكل كثيرة مثل قلة المتخصصين اللي يتكلمون باليوتيوب، وبنفس الوقت انت ما تقدر تتأكد من مصداقية الشخص اللي قدامك باليوتيوب، وايضا المصادر العربية اقل من المصادر الاجنبية بكثير، وعدد الفيديوهات اللي موجود باليوتيوب على اي بحث انت تسويه راح يتجاوز المليون فيديو، فما راح تعرف اي فيديو انت تختاره اللي راح يعطيك المعلومات وشرح بطريقة تناسبك. لذلك الحل انك تتوجه لمواقع ثانية اكثر تخصص. عندكم مثلا موقع تيد، هذا موقع يعطيك محاضرات في شتى مجالات الحياة، لكن تظل المشكلة ان هذا الموقع مو باللغة العربية، وايضا يعطيك محاضرة واحدة في كل مجال، فاذا كنت تبي ثقافة عامة ممكن تلجأ لهذا الموقع اللي راح يعطيك الكلام بالانجليزي والترجمة بالعربي. في عندهم بعض الفيديوهات بالعربي لكن ما يعتبر عدد كبير، وتحتاج الى شيء متعمق علميا اكثر وناس متخصصين اللي يتكلمون فيه، لذلك راح تتوجه الى مواقع متخصصة اكثر. في عندكم مجموعة من المواقع اللي توفر لكم دورات وورش وغيرها من المعلومات. انا اخترت لكم واحد من اهم المواقع اللي انا شفتها انها مناسبة وفيها معلومات كثيرة وراح تستفيد منها بشكل وايد كبير. اسم الموقع هذا اكاديمية اعمل بزنس. الموقع راح يجيب لك النتائج اللي انت تحتاجها بالضبط. هذا هو الموقع، مثل ما انتم شايفين انا حاليا مسجل دخولي وعندي اشتراك بهذا الموقع. هني عندنا كورسات، عندنا دبلومات، وهني عندنا ماجستير MBA اللي هو ماجستير إدارة الأعمال، تقدر تاخذه من الموقع وهو معتمد من جامعة EBU الأمريكية. لو نزلت للأسفل هني عندك تخصصات، طبعا هذول مو كلهم، عندك هني عرض الكل تقدر تدخل عليهم، حاط لك التخصصات، بعدين دبلومات احترافية، تقدر تشوف من هني عدد المشاهدات اللي تصير على كل كورس، وأيضا التقييم اللي حاطين الناس وسعر الدبلومة. هني عندنا كورسات، وبالأسفل عندنا ملخصات الكتب، وهني عندنا ندوات ورش عمل وقصص النجاح. لو دخلنا هني على التخصصات، شوف التخصصات: إدارة جودة، تسويق عقاري، لغة إنجليزية، خدمة عملاء، إدارة سلاسل الإمدادات، مهارات شخصية، المحاسبة، موارد بشرية، مبيعات. ومن الأشياء اللي أنا حبيتها هني التسويق الإلكتروني. خلونا ندخل على سبيل المثال على التسويق الإلكتروني. عندي بالتسويق الإلكتروني في عندي كورسات، وفي عندي ندوات، وفي عندي ورش عمل، وعندي قصص نجاح. خلونا ندخل على واحدة من الكورسات، مثلا كورس إعلانات فيسبوك. هني يعطيني نبذة عن المحاضر. لاحظوا هني انه يشتغل عبر الانترنت اكثر من 10 سنوات، صاحب ومؤسس شركة للديجيتال ماركتينج، بما يعني ان هذا الشخص هو متخصص في المجال هذا وعنده خبرة فيها، فينفع انه هو يقدم الدورة. بالاسفل تلاقي وصف للكورس ومحاور الكورس، اذا نزلت تحت راح تلاقي المحاضرة الاولى، المحاضرة الثانية، الثالثة، الرابعة والخامسة،
هني نهاية الكورس، عندك اختبار، وبعدين عندك تحديثات مسوينها لسنة 2019، بما يعني ان اللي خلص الدورة ايضا عنده تحديثات هني، اشياء جديدة صارت هالسنة الموقع قاعد يحدثها. النقاط اللي موجودة بالداخل، فالمحاضرة الأولى مقسمة إلى 4 حلقات، وهني عندنا ملف ضايف المحاضر وعندنا تدريب، فأنت قاعد تاخذ كورس متكامل ومعطيك هني مدة كل جزء من المحاضرة. الناس اللي عندها وقت طويل وهي تكون بالسيارة تقدر تحط استماع وتستفيد من الوقت هذا. خلونا نشوف لو دخلنا على مشاهدة جزء من الأجزاء. لاحظوا هنا انه راح يعطيني الفيديو تطبيق عملي، الشخص قاعد يدخل بالموقع ويشوف اللي قاعد يشرح بالكورس هنا. هذا هو التسويق الفعلي اللي موجود حاليا على العالم، اللي هو الفيسبوك، والفيسبوك هي مالك الانستغرام. فعن طريق الموقع هذا راح تقدر تاخذ دورة كاملة تتعلم شلون تسوي فيها اعلانات بالفيسبوك والانستغرام بشكل احترافي وتوصل للهدف اللي انت تحتاجه. هذه واحدة من الكورسات اللي دخلنا عليه، هو كورس واحد. راح تلاقي كورسات كثيرة هني بتخصصات مختلفة، كتابة تقارير المبيعات، إدارة مجتمع رقمي، لغة الجسد، مهارات التواصل، التسويق والإعلان في لينكدإن. لاحظوا أن كلها أشياء تتعلق بالإدارة وتتعلق بالتسويق الإلكتروني والإدارة الإلكترونية في مواضيع الشاملة تحصلونها بهذا الموقع. لو دخلت بالأعلى على الدبلومة الاحترافية، راح تلاقي هني مجموعة من الدبلومات، مثلا هني دبلومة الموارد البشرية. داخل الدبلومة الوحدة راح تلقى مجموعة من الكورسات، وإذا تبي هذه الدبلومة راح تدخل على اشترك الآن، وراح تقدر تشتري هذا الباكيج كامل وتدرس الكورسات اللي موجودة داخل وتتدرب حسب التدريب اللي حاطين لك إياه وتقدم اختبارات وتحصل على شهادة اجتياز لهذه الدبلومة. لو دخلت على الندوات هني أيضا راح تلاقي مجموعة كبيرة من الندوات، ولو دخلت على احد الندوات راح تلاقي هني نبذة عن الندوة، واذا تحب تشغلها راح تشغلها بشكل مباشر. الندوة راح تكون عبارة عن فيديو واحد يتكلم في مجالات الموضوع اللي هو مختاره هني، المقابلة الشخصية والسيرة الذاتية الجزء الاول. ولو دخلت على ورش العمل راح تلاقي مجموعة هني من ورش العمل، ايضا فيها تقييم وعدد المشاهدات اللي شافوه الناس، الشخص المقدم لهذه الورشة، ونبذة مختصرة عن هذه الورشة. لو دخلنا على الورشة ولاحظوا كل ما ادخل على شخص هني اعطاني البروفايل ماله على لينكد ان، ونفس الوقت يقول لك خريج كليه هندسه، حاصل على ماجستير اداره اعمال من استراليا، مدرب ماده الحكومه لدارسي ماجستير اداره الاعمال. يعني كل ما ادخل على محاضر هم اساسا عندهم شهادات علميه عاليه. لو دخلت هني على قصص النجاح راح الاقي هني قصص اشخاص سووا مشاريع وشلون نجحوا في هذا المشروع. طبعا من اكثر الاشياء اللي ممكن انت تستفيد منها فعليا وعمليا اذا كنت بتسوي مشروع، انك تسمع قصص نجاح مشاريع ثانيه، شو المشاكل اللي واجهوها، تتعلم من اخطائهم وتقوي نفسك في المجالات اللي انت تحتاجها بناء على خبره الناس اللي جربوا قبلك. ولو دخلت على مقالات راح تلاقي مجموعه كبيره من المقالات في شتى مجالات الحياه. تصنيف الموقع سهل، اذا تحب انك تتخصص في شيء معين تتعلم في جميع جوانبه تروح الى الكورسات، تبي شيء اكبر انك تصير محترف فيه وعندك شهاده اعتماد وانت تدربت عليه تروح الى دبلومه احتراف، اذا تبي تاخذ معلومات بشكل عام تروح الى تخصصات، تختار تخصصك وتشوف الورش والندوات والكورسات حسب الوقت اللي يناسبك والشيء اللي انت تحتاجه. رابط هذا الموقع حاط لكم اياه اسفل هذا الفيديو، ايضا مثبت لكم اياه بتعليق بالاسفل. لاحظت ان هذا الموقع يصلح لاصحاب المشاريع، اذا انت تحب تطور من نفسك في مجالات كثيره عشان تحقق النجاح في مشروع انت قاعد تسويه، ينفع انك تشترك في هذا الموقع، لانه راح يعلمك مجالات كثيره وتقدر تشوف الفيديوهات باي وقت يناسبك وعلى اي جهاز انت تستخدمه. والناس اللي تشتغل بالقطاع الخاص راح تقدر تعبي السي في مالها، وبنفس الوقت تكون انت اخذت المعلومه واجتزت الدوره بشكل حقيقي. واحدة من الميزات الحلوة اللي موجودة في هذا الموقع وما لقيتها ببقية المواقع، ان عندهم اشتراك مدى الحياة، لذلك تواصلت مع إدارة أكاديمية اعمل بزنس وحصلت خصم لمتابعيني 20% عن طريق الضغط على الرابط اللي حاط لكم اياه بالوصف، وين علامة السهم الموجودة بجانب عنوان الفيديو بالأسفل، اضغط على السهم هذا وراح يطلع لك وصف الفيديو وحاط لكم الرابط، وايضا مثبت لكم التعليق الاول في رابط هذا الموقع، وهذا الرابط خاص للناس القادمين عن طريقي انا عشان يحصلون خصم 20%. التجربة اللي انا سويتها على الموقع كانت تجربة ناجحة، لقيت عندهم دورات تدريبية باللغة العربية كثيرة لجميع الفئات، موظفين ومدراء وطلاب،
والمحاضرين المشتركين بهذا الموقع أكثر من 300 محاضر. إجمالي عدد الكورسات اللي موجود بالموقع أكثر من 150 كورس، وفي عندكم أكثر من 20 ملخص كتاب موجود بالموقع، والأعداد في تزايد، وعدد الندوات الموجودة بالموقع أكثر من 60 ندوة، وفي أكثر من 20 ورشة عمل، وأكثر من 25 قصة نجاح من ناس أسسوا مشروعاتهم ونجحوا فيها، وعدد الدبلومات اللي متاحة بالموقع أكثر من 12 دبلومة. ومن العيوب اللي أنا شفتها إن في بعض الورش مصوري لك ورشة المحاضر مقدمها قدام ناس الصوت ما يكون فيها واضح جدا، يعني في شوية صوت إزعاج. كان هذا موضوعنا لهذا اليوم. إذا عندكم مواقع ثانية ممكن نستفيد منها كتبوها بالأسفل. شنو أحسن ميزة شفتوها بعض الموقع كتبوه بالأسفل. هل أنت من الناس اللي تحب أنك تطور نفسك ذاتيا؟ شنو الطريقة اللي أنت تستخدمها؟ اكتب لياها بالتعليق. كان هذا موضوعنا لهذا اليوم، نوصل للختام. كان معاكم سيد محمد الهاشمي، مع السلامة.